تعالوا مع بعض ننسى النتيجة شوية. اه هي اكيد مهمة جدا، بس سواء كسبت سواء حتى تعادلت او خسرت، في النهاية مش هي دي اللي هتقيم او مش هي دي اللي هتحدد مسارك في البطولة او انت هتمشي ازاي في البطولة. لكن خلينا نتكلم عن بعض النقاط المهمة اللي عملت مشكلة كبيرة لمنتخب مصر النهاردة، وكان روي فيتوريا عايز يعمل منها حاجة ايجابية. ايه هي الحاجة دي؟ اولا بداية التشكيل، بان يحط محمد صلاح في قلب الملعب ويشتغل بالطريقة 4-2-3-1 بعد ما انت ماشي بشكل مستمر الفترة اللي فاتت على 4-3-3. ففكرة تغيير طريقه اللعب، اه هي مش هتفرق الفرق الكبير، لكن في بعض التفاصيل في التركيبه الهجوميه لمنتخب مصر هي اللي ممكن تاثر هجوميا. وجود زيزو كلاعب طرف ومحمد صلاح هو اللي لاعب 10، ده كان مفضي نص الملعب، فكان مخلي محمد النني وحمدي فتحي بس هم اللي شايلين العبء الدفاعي. حمدي فتحي كان بيستغل عشان يحرر محمد حمدي في ناحيه الشمال، فكان محمد النني بس هو اللي بيبقى على الدايره، فكان دايما في مساحات يمينه وشماله، وكانت دي اللي عامله اثر سلبي كبير على شكل منتخبنا الدفاعي. على الناحيه الهجوميه انا كنت شايف ان محمد هاني كان محتاج يتحرر هجوميا اكتر من كده عشان يعمل ضغط في الناحيه اليمين ويفرغه محمد صلاح، عشان يقدر محمد صلاح يلاقي وقت ومساحه على الكوره فيعمل الشغل الهجومي اللي منتظر منه واللي احنا كنا اتكلمنا عنه في مباراه تنزانيا. تعالوا مع بعض نشوف الحالات عشان تقدر تحكم بنفسك، وزي ما قلت لك انسى النتيجه شويه عشان تقدر تحكم على الصوره بشكل اوقع. في بناء الهجمة كان حمدي فتحي بينزل يحمي ظهر محمد حمدي عشان يبدأ يزق محمد حمدي لقدام، يبدأ يشد الملعب، يفتح تريزيجيه ويضم القلب الملعب عشان يعمل ضغط او يعمل حلول في منطقة البوكت. فبص معايا، تريزيجيه بيخش لجوه هو ياخد الراجل، محمد حمدي بيشد الملعب الناحية التانية، ومحمد صلاح بيشتغل في عمق الملعب زي ما قلت لكم في البداية. والناحية التانية محمد عبد المنعم هو اللي بيشد الملعب، محمد هاني بيبقى موجود عند نص الملعب، وزيزو بيبدأ يشد الناحية اليمين. كل ده عشان محمد صلاح تتفرغ له مساحة فيبدأ يستلم الكرة، وزيزو طبعا طالما محمد صلاح استلم بيبدأ يحصل عليه ضغط فتتفرغ مساحة على الخط، فيبدأ زيزو هو اللي واخد الخط، فبالتالي ده كان بيوقف محمد هاني هجوميا، فكان بيقلل الكثافة قدام. احفظ خلاص في كل مراحل بناء الهجمة، حمدي فتحي بيبدأ ينزل، حمدي بيطلع لقدام اللي هو محمد حمدي، وتريزيجيه بيضم في الهاف سبيس عشان ياخد الدفاع فيفرغ مساحة او منفذ للتمرير والخروج بالكرة من الطرف. الناحية التانية محمد هاني شادد، زيزو شادد عشان يبدأ ياخد الضغط، محمد صلاح زي ما هو في قلب الملعب، الدبل باص عشان تكسر وتبدا تشتغل في المساحه. هنا كان في سوء اتقان في التمرير، لكن الفكره خلاص بقت واضحه. الميزه دي فادت منتخب مصر في ايه؟ انها برده بدات تفرغ نوعا ما مساحه على الطرف، فبقى محمد هاني بيلاقي وقت ومساحه على الكوره وهو بيجيد التمريرات اللي بتكسر الخطوط، فبالتالي بقى في شكل نوعا ما كويس. ادي هاني التمريره اللي بتكسر الخطوط، وادي زيزو بينزل يسحب المدافع لتحت، ده الباك نازل مع زيزو فسايب مساحته لورا، فصلاح هو اللي بقى بيقتحم او بيخترق المساحه، بقى بيهرب من العمق عشان يروح على حتته المعتاده اللي هي الطرف، بس في موقف واحد ضد واحد مع قلب الدفاع. مع حته دخول تريزيجيه لجوه قلب الملعب، ده كان بيدي حلول لمنتخب مصر. عندك صلاح في القلب وعندك تريزيجيه في القلب، فالاثنين يقدروا يخرجوك بالكوره. طب لو في رقابه على صلاح، تريزيجيه يقدر يخلق، لان في واحد بس على الارتكاز. هم بداوا يتسحبوا مع تمريرات منتخب مصر العرضيه الكتير، سابوا مساحتهم، اتخلقت المساحه دي لان تريزيجيه بقى حر زي ما بقول لك. يبدا تريزيجيه هو اللي يشد الفرقه لقدام، مصطفى محمد اللي بيقطع ما بين قلبين الدفاع عشان تبدا يبقى ليك شكل، بتتكلم في 4-5 من موزمبيق. فصلاح طالما بقى في واحد ارتكاز وفي اتنين من منتخب مصر يمين وشمال، فلما تريزيجيه مرر الكره لصلاح، صلاح لاول مره تقريبا في الجيم يبقى فاضي في منطقه قلب الملعب للزون 14، عمل الباص لمصطفى محمد، مصطفى هيئها لتريزيجيه. يمكن دي اخطر جمله اتعملت من المنتخب طول ال 90 دقيقه. حمدي فتحي بينزل لتحت، تريزيجيه يضم لجوه، محمد حمدي شادد الطرف، سقط الكوره في ظهر الدفاع عشان تبدا تجبر موزمبيق ان هم يرجعوا بدل ما هم عاملين ضغط عليك، فتبدا تلاقي نفسك بتشتغل في اخر 30 متر بس بدل ما انت مش عارف تخرج بالكوره بشكل كويس من تحت. منتخب مصر كان عنده مشكله كبيره جدا دفاعيه النهارده، يمكن الميزه الوحيده او لما اتعمل الضغط صح سجلنا جول. دي مرحله بناء هجمه، مصطفى محمد على قلب دفاع، صلاح بيضغط على قلب دفاع تاني، هنا رقابه مان تو مان على كل محاور فريق موزمبيق، مفيش حد بيسقط يملى الدايره. فحصل ايه؟ تيجي الضغط صلاح، الراجل تخلص من الكوره، محمد النني هنا ملى الدايره، نقل اللعبه على الطرف الشمال، محمد حمدي اللي دايما معلق زي ما بقول لك، وحمدي فتحي بينزل لتحت يحمي ظهره، الكره العرضيه من محمد. عندك صلاح اللي كنا اتكلمنا في مباراه تنزانيا لو تفتكروا، اللي دايما بيخش يملى المساحه اللي في ظهر مصطفى محمد، ونتيجه وجود كثافه هجوميه كوره قلشت من صلاح راحت لمصطفى محمد، جول في الدقيقه الاولى. تعليمات روي فيتوريا هي ان الراجل ده ما يستلمش الكوره، لان الراجل ده هو اللي هيخرج موزمبيق.
فعمل ايه؟ عمل 4-4-2 في حدود دايرة وسط الملعب عشان يحجبوا الرؤية او يقفلوا المساحة عليه. فكان صلاح المفروض هو اقرب واحد بياخد ادوار برقابة الراجل ده، بس طبعا صلاح ما عندوش التزامات دفاعية، فبالتالي كان بيحصل ايه؟ ان الراجل ده بيقدر يتحرك ويسرق المساحة في ظهر صلاح، باص يكسر الخطوط وصلت الراجل، فكان محمد النني هو اللي بيسيب مساحته ويروح يضغط عليه. فبص العمق هنا بيفضل ازاي، فكان دايما في مشكلة كبيرة في العمق لمنتخب مصر، وده اثر علينا في الشوط الثاني. جولين تيبيكال كوبي بيست، نفس الفكرة من نفس الثغرة. بص هنا ده تريزيجيه اللي مش راجع يدافع ولا يربط، الراجل ده حر تماما، فلما الكرة بتتلعب الراجل شدت الطرف والراجل ده تحت 2 على محمد حمدي، اتلعبت الكرة العرضية الراجل نط ما بين قلبين الدفاع جول. نفس الكلام هنا، الكرة اتلعبت طولية، ادي زيزو شدد الملعب، لو المفروض كان يبقى الثالث في وسط الملعب، لا هو شدد الملعب، صلاح رقم 10، ده حمدي فتحي، الدايرة كلها فاضية. فقدنا الكرة، الراجل ده اللي كل مرة كان لازم يتراقب ما بيتراقبش، مرة الباص يكسر بيه الخطوط، اضطر هنا محمد عبد المنعم يطلع مع الراجل لان وسط الملعب متعري، فاضطر يسيب مكانه وطلع مع الراجل، نفس الراجل يعمل باص يكسر بيه خطوط الضغط في ظهر الدفاع جول. زي ما قلت لكم في البدايه هي مش نهايه المطاف، نقطه من موزمبيق. اي نعم، انت الفكره بالنسبه لك او الفرق بالنسبه لك اكتر ان ده موزمبيق، يعني انت لو خدت النقطه دي من غانا او خدتها من الكاميرون او السنغال كان الموضوع هيبقى مبلوع، لكن مع موزمبيق اللي ملوش تاريخ كبير في افريقيا ده اللي مأثر نفسيا، لكن في النهايه تناسى تماما موضوع النقطه، لان المنافس المباشر ليك لا هو موزمبيق ولا حتى كافيردي، المنافس المباشر بتاعك غانا، ولازم تاخد الثلاث نقط من غانا عشان تقدر تسيطر على المجموعه فتبقى المركز الاول، فما تعانيش في الادوار اللي جاي. لو انت مكمل معايا الحلقه لحد دلوقتي انا بشكرك جدا 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 على دعمك، تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وفعلوا الجرس عشان كل الفيديوهات اللي بنزلها توصل لكم.